السلام عليكم. لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ تليفون بيناتنا. واسمع شنو قالتي. لا اسمع شنو قالتي. تليفون بيناتنا. السلام عليكم. نتمنى كلشي يكون بخير. نهار طوب، نهار واعر، نهار غزال. نتمنى اللي عاد فاق يكون فاق بخير، اللي عاد ناعس يكون ناعس بخير، يكون كلشي طوب. غادي نمشيو عند العائله ديال انا لان عندهم العواشر ديالهم الاستر، باش ندوزو معاهم الويكاند. داكشي علاش قررت انني نديكم معايا. كاينه واحد جوج البلايصه غادي نوقفو فيهم، واحد المدينه غادي نوقفو فيها اللي غادي تكون مفاجاه. هاد المدينه هادي اللي احسن من احسن المدن البولونيه. صافي خليكم معنا ونتمنى نهاركم يكون معكم يونس الراستا. هادي ديال العائله ديال انا اللي كتبعد 500 كيلومتر على مدينه فروسواف. عرفتي شنو هو؟ راه غادي نضربو 500 في 500. راه الله يستر. وصافي والشميشه ومعنا ايناس. ايناس اللي كتقنط بالزربه في الطريق، ولكن ماشي مشكل، هادشي كله كيهون سبيل اننا نستمتعوا كاملين بينا. كما قلت لكم هذه المدينه اللي كتجي في الحدود مع اوكرانيا اللي سميتها يوروسواف. غادي نحاولوا ما امكن اننا نوقفوا في الطريق اي بلاصه شفناها غادي نحاولوا نوقفوا فيها، ولكن كنوعدكم بانني غادي نمشي للمدينه اللي هي توب توب ديال السياحه في بولونيا. خليكم معنا ووجدوا راسكم ديما للجديد معنا. هذه الرويضه ماشي ديال الثلج، بدلتها كانت خسرات ليا الرويضه وخليتها واحد السيمانه. كيف ما كتعرفوا المغاربه حنا كنصاور راسنا، دابا عاد تفكرت راسي باش نجي نصاوبها. الا بدلت مثلا ربعه ديال الروايض وبقات رويضه، ثلاثه ديال الروايض وكانت رويضه وحده ديفيرون عليهم، يمكن البوليس يوقفوك يديروا لك غرامه. بقيت كنسوق بها سيمانه، وكما كتعرفوا المغاربه الا حصلوا البوليس شنو غادي نقول لهم؟ فكروا وردوا عليا. المفاجأة اللي قلت لكم هي مدينة كراكوف. مدينة كراكوف هي ثاني أكبر مدينة بولونيا ومن أقدم المدن ديالها، اللي كتوقع على نهر فيسلا. المدينة اللي بدات من قرية صغيرة اللي تحول لأكبر مركز تجاري في 1965 ميلادي، واللي أصبحت أكبر مركز تجاري في أوروبا الصلابية. كما أن كراكوف كانت العاصمة ديال بولونيا من 1058 1568. واحد المعلومة زوينة التي تعجب المغاربة كاملين، وأن مدينة كراكوف عندها بزاف ديال التوائم، ومن ضمن التوائم اللي عند مدينة كراكوف هي مدينة فاس المغربية اللي كانت تشرف بها كمدينة مغربية ثانية. واجتياح قوات ألمانيا أصبحت الحكومة العامة. وفي الحرب العالمية الثانية تم تحويل اليهود البولونيين المقيمين في مدينة كراكوف إلى الغيتو، أو بما يعرف بالغيتو كراكوف. الارسال ديالهم بطبيعة الحال كما كيعرفوا في التاريخ الى معسكرات الابادة، واللي كانت اوشفيتس وبلاس. عام 2000 مدينة كراكوف غادي تتحول الى العاصمة الثقافية لدولة بولونيا. وخليكم معايا في الفيديو اللي انا متأكد منه غادي يكون طوب، ويلا معايا نكتشفوا مدينة كراكوف. واش واش لافافا، وصلنا المرة الثانية، النهار الثاني لمدينة كراكوف. كيما كتشوفوا هانتوما شطيح الشتا، عرفتي الطريق كامل وهي كطيح الشتا، ولكن والله ما كتهم الله، وخا يطيح الحجر وخا يطيح التبروري غادي نفلوكي ليكم وغادي نوصل ليكم القسم الثاني من مدينة كراكوف. طاح الشتا ماشي مشكل، عاد وصلنا دابا خرجنا لبسنا. انتوما شوفوا بعدا شوفوا كيفاش جاي، شوفوا كيفاش جاي، جايب عليهم بالهافاناس ماشي مشكل، باقي بحوايجي هما نيت. عاد وصلنا باركينا طوموبيلات، دابا غادي نمشيو للسنتر فيل نكمل لكم الفلوغ من تما. يا بخي غادي نمشي لواحد البلاصه اللي مهمه بزاف. الله خليكم الرينيك القلب النابض ديال شوف، فيما بقى نقول لكم الريكين عرفوا الرينيك هي السنتر القلب ديال المدينه. اي مدينه بولونيا كيقولوا لها الرينيك،
صافي ما بقاش نعاودها دائما. خصكم لي فان ديالي تخرجوا تعرفوا ملي نقولكم الفرينيك شنو كتعني. كتعني بانني في القلب ديال المدينه القديمه. سواء انا جيت كيف ما كتشوفوا معايا واخا طايحه الشتا ماشي مشكل في خاطركم نتوما الفلوغ. المساله ديال الشتا هو ان ما بقاوش التوريست بزاف كلشي خويا في حالاته. هذا هو النهار الثاني ديال الاستر. الناس كاملين مشاو في حالهم. كاين لي توريست قلالين بزاف وهذا الشيء بوان زوين لينا حنايا باش نفلوغيو على خاطرنا. من مورا البلاصه ديال الماكله ديالهم همايا. النصيحه اللي نقول لكم هما ما تاكلوش هنايا لان ما تاكلوش هنايا لانهم تيخلطوا الخنزير بزاف مع اللحم. اي حاجه اللي بغيتو تاكلوها كلوا الدجاج. وكاين مطاعم ديال الدجاج هما الكباب اللي هما عرب ولا تورك ولا مسلمين بصفه عامه كلوا الكباب. البوليس من مورايا سمحوا لي عرفتي كنا في المغرب انا كون وقفوا وقالوا لي علاش كتصور. السلام عليكم. انا غادي نخلط بين الفيديو الاول والفيديو الثاني. غادي تشوفوا بان الفيديو الاول كانت فيه الشميشه والفيديو الثاني كانت فيه الشيوه ماشي مشكل. هادو راه كنت شرحت لكم الاسمنه شحال اللي كيضرب فيهم. كراكوف راه ضروري ما يجي لهنايا ضروري ما يضرب دويره هنايا ضروري ما ياخذ واخا بيني وبينكم هذاك غالي. بالنسبه للبنادم اللي عنده الثمن وبغى يضرب دويره يخسر على راسو. هاي هاو ار يو دوين؟ Thank you so much. Tupac, all life. Where are you from? You know what I say? Tupac, all life, Tupac. Yeah, Tupac, I love Tupac. Yeah. واو بنادم هنا طالقها بزاف كيعجبني هادشي كيعجبني نتلقى مع بنادم. الو اللي من مورايا الا كتبان لكم مزيان هي اقدم كنيسه هنايا في مدينه كراكوف. وكاينه واحد اللي كتشوفوه الفوق عليها الا كتبان لكم غادي نحاول نمشي ليها الا كتبحلوا لها اليوم. غادي نطلع حتى الفوق وغادي نصور لكم الرينيك من الفوق. ولا ما كانش شحال لا راه ما عندي ما ندير. المهم انا كنحاول ما امكن ديما جديد باش نوريكم احسن بلايص اللي يجي لكراكوف ولا يجي لبولونيا بصفه عامه يعرف اي حاجه. وكنعاود نقول لكم اللي بغى شي حاجه يخليها لي في تحت لي كومونتير. اي سؤال كيف ما بغاه يكون يخليه ليا غادي نجاوبو عليه. ادم ميتسكيفيش من اشهر الكتاب اللي دازوا في مدينه كراكوف واللي كان كيكتب الشعر. وهذه اللي كتشوفوا قدامي من اقدم الكنائس ومن اشهر الكنائس لمدينه كراكوف. النقطه اللي بغيت نوضح لها هو ان كل ساعه كيكون شخص اللي كيطلع للقمه وكيعزف بواحد الميلودي. وكل ساعه على مده كل ساعه كيعزف ميلودي. نشرح لكم هو مثلا في الصباح كيعزف على الشرق في وسط النهار الغرب وهي دايره. هذه الكنيسه اللي تبنات في 1300 وهذاك الشخص دابا الساعه الواحده تحديد ما نعرفوش كتسمعوه ولا ما كتسمعوش. نخليكم مع ميلودي. نتمنى انكم كتسمعوا لان اي واحد كيجي لهاد البلاصه هادي كل ساعه باش يسجل هذا كيسجل. من الحوايج المشهورين في مدينه كراكوف هما هادو اللي كتشوفهم من مورايا. اللي كيجي لمدينه كراكوف كيجي لهنا. هالو كان اي اسك يو بليز هاو ماتش. اوه ثانك يو سو ماتش. يو دونت سبيك انجلش. اوكي عندك اسيدي 200 زبوطي اللي هي كتجي 50 اورو 15 دقيقه. 250 زبوطي اللي كتجي هي 60 اورو 25 دقيقه. اللي بغى يضرب دويره هنايا ها الاسمنه هما هادو. شو معايا البنات اللي خدامين في الكوتشي كيفاش دايرين ولا الزين كيفاش داير خدامين كاينش المشكل. ولكن بيني وبينكم هذا هو الماركتينغ البنات. واسمحوا لي راه ما تنعيركمش ولكن نزيد بالقيمه ديالكم. البنات هما الماركتينغ هما اللي كيرفعوا من القيمه ديال المداخل. كيف ما كتشوفوا معايا في الكوتشي كاملين كاين البنات. ما كاينش بانهم هما البنات مي هما خدامين. وهادو اللي كتشوفوا الصناعه التقليديه ديال بولونيا. كما قلت لكم كنبارطاجيو معكم كل شيء. اي حاجه بغيتو تعرفوها كتعرفوها. بالنسبه للاسمنه كتلقاهم ديما مكتوبين الثمن ها هو الثمن ها هو. بلا ما تسول كتمشي ديريك تشوف الثمن الا عجبك تاخذو ما عجبكش ما كتاخذوش. اللي كتشوفوا معايا هي البلاصه اللي قلت لكم بغيت نطلع عليها ونصور لكم نريلك من الفوق. الساعه كلشي ساد ولا عرفتي شنو هو. غادي نمشيو ندقوا نعرفطوا عليه الحليه غادي نهربوا نديروا الفعل ديال المغاربه. يلا يلا وحلو وحلو وبغينا ندخلوا نصوروا وحلو علينا. ما عندهمش الصونيط عندك يخرج شي بولوني عرفتي شنو يربط عليه يخرج شنو بلاصه. وحلو علينا وبغينا نصوروا. واش قلتي المغاربه اجي لعندي اجي. مو كنعرفوا على هاد الراس غادي نكذب عليكم وصافي. هاد الراس هذا كيف 1900
58 مول هذا الراس السلطان احمد الجزولي. اي طلقه عليكم وصافي، والله ما عرفت حاولت انني نقلب على شي معلومات عليه، ما لقيت شي معلومات. المعلومه الوحيده اللي لقيتها هو ان كانت عنده الراس وما بقاش. ريشنا هو كل شيء تيخر عليا الضحك، كل شيء طاق عليه. شو دورتكم على احسن المناطق اللي كاينين هنايا والمناطق المعروفين بزاف في ريناك؟ نحاول ان داكشي يكون عجبكم. عرفتي راه طلقت عليهم هنايا العالم كيشوف فيا، ولكن ما كنعرفش في البال والغوت. غادي نمشيو للبلاصه الثانيه اللي غادي تبقى مفاجاه. هاد البلاصه هادي اللي عندها واحد المعالم تاريخيه بزاف وعندها قربه لكم، هي من الحرب العالميه الثانيه. غادي نديكم ليها وغادي نحاول نكتشفوا هاد البلاصه هادي كاملين بينا، وغادي نشوفوا اللي زوين فيها. كنت باغي نمشي لبزاف ديال البلايص في كراكوف، ولكن كطيح الشتا والوقت ما بقاليش كالعاده، ما بقاليش الوقت باش نمشي بحالي للدار باش نوصل. الشتا كطيح خصني نوصل بالليل بلا ما تكون كطيح لا الشتا لا والو. غادي نعاود نرجع لهاد المدينه هادي ونزيد نعرفكم عليها، لان فريمون فريمون هاد البلاصه هادي تحتاج اكثر من فلوق. فيها المدينه مقلوبه للديور، مقلوبين الراس على الفوق. انا بديت كنفرشها شي شويه، ولكن ضروري خصني نقول لكم لانكم نتوما خوتي ما نخبي عليكم والو. وفيها واحد المنجب ديال الذهب. هاد الاماكن هادو كاملين ان شاء الله غادي نحاول نديكم ليها معايا المره الجايه الى جيت. تنوعدكم بانني غادي نجي لمدينه كراكوف، لان كتصح كتقول بولندا كتقول كراكوف، ملي كتقول كراكوف كتقول بولندا. يس ام فلوغين. Where are you from? From Romania. From Romania. What do you can say to Moroccan people? I'm from Morocco. What you can say for? Oh, you know about Morocco? Yes, we know. You know about Morocco? Yes. What do you know about Morocco then? What's the capital of Morocco? The capital of Morocco is Rabat. So what are you doing here? Visiting. Ah, okay, like me. Yes. I'm living in Wrocław with my wife. My little daughter, and we come to Krakow to visit this beautiful city. Well, we are in a trip with school. Ah, okay, that's good. What's your name? Mara. Clarice. Eunice. So 1, 2, 3, we will say we love you Morocco, okay? Yes. 1, 2, 3, we love you Morocco! Bye-bye! Bye! Nice to meet you. Thank you so much! شوني منين زيرتهم قلت لهم شنو هي العاصمه ديال المغرب، ما عرفوا فيها والو. ولكن الدراري من رومانيا جاوا هنا رحله مدرسيه خلقناها معاهم. النقطه اللي بغيت نقول لكم عليها هي ان اي بلاصه كتكون سياحيه تكون بنادم اللي كيكون فيها تكون مطلق. علاش؟ لانه كيجي باش